من أيام كمان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن مطالبة بعض شركات العقارات للعملاء دفع الأقساط بالدولار مش بالجنيه المصري، وده عمل ضجة كبيرة من الرفض، لأن التعامل في مصر وفقا للقانون والعقود هو بالجنيه المصري. هنعرف إيه الحكاية من أستاذ عمرو عثمان الخبير العقاري. مساء الخير يا أستاذ عمرو. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك وأهلا سادة المشاهدين. موضوع دفع الأقساط بالدولار، هل ده هينفع ولا لا؟ طيب، في البداية أولا حابب أوضح هو أن بعض شركات التطوير العقاري ابتدت تلجأ لحلول غير تقليدية لمواجهة أزمة ارتفاع مواد البناء، من ضمنها أنها بتحتفظ بمخزون من الوحدات الجاهزة على مدار مراحل المشروع عشان خاطر تقدر تبيعها بأسعار مرتفعة بما يوازي سعر الدولار. ولكن الحلول دي ما كانتش كافية مع ارتفاع غير مسبوق للعملة الأجنبية، فابتدت انها تتجه انها تربط سعر بيع الوحدات بتغيير سعر الصرف للدولار قدام الجنيه في السعر على قيمه الاقساط. ولكن العمليه دي ما كانتش لاقيه ترحيب من المستثمرين والمشترين لبعض النقط. اول نقطه، ان المستثمر بيلجا للقطاع العقاري في الاصل كحل بديل للحفاظ على المدخرات والثروات بتاعته في مواجهة التضخم. فلو انت النهاردة عدلت سعر الدولار في كل وقت للسعر الصرف، فانت افقدت للعقار الميزة الرئيسية الخاصة به، وهي ان هي بتواجه الدولارة للعقار. تاني حاجة، ان القوانين المصرية قانون رقم 88 لسنة 2003 المادة 111 والمادة 126 بتنص على ان يحظر التعامل بغير سعر الجنيه المصري، بغير قيمه الجنيه المصري في اي سلعه داخل جمهوريه مصر العربيه. العقار بسبب الظروف الحاليه هي ليها اثار سلبيه اكتر ما ليها اثار ايجابيه، لان العقار كان ولا يزال هو مخزون القيمه وهو اصل الثروه في مواجهه التضخم الاقتصادي، وربطه مش هيأثر الا بالسلب على العمليه الاقتصاديه. لكن هي الفرصة الاستثمارية اللي موجودة في العقار هي بتحمي المستثمر ضد التضخم اللي بيحصل في سعر الصرف. طب هل في شركات هتعمل نفس النظام؟ يعني شايف الفترة الجاية الناس هتبدأ ان هي تعمل كده؟ وزي ما قلت لحضرتك، هو في شركات بالفعل ابتدت بعللة باسبابها، ان في بعض الشركات على سبيل المثال في البحر الاحمر قبل ازمة سعر الصرف هي شغالة بالتسعير بالدولار. ولكن خلينا نقول ان دي منطقه سياحيه هي جاذبه للاستثمار الاجنبي، يعني فده موجود بالضبط، او ان هو بيرعوا في كلامهم ان الدوله ابتدت تطرح اراضي للعاملين بالخارج، ولكن دي حجج او دي اسباب غير منصفه للقطاع اللي هو التشييد تحت الانشاء. هو الحلول اللي احنا من وجهه نظرنا هي الحلول الرئيسيه او الحلول الفاصله، هو ان المفروض يكون في جهه تمويليه من القطاع المصرفي للوحدات تحت الانشاء، وهو ده اللي المطور بيدور عليه. هو المطور ليه بيروح لان هو يبتدي يدور على حلول غير تقليديه؟ عشان خاطر هو عنده عجز في الفقات النقديه، خاصه ان هو بيبيع بالتقسيط ومواد البناء بترتفع من حين لاخر بوتيره اسرع من التحصيلات. فلو هو حصل ان في حلول من القطاع المصرفي لتمويل المشروعات تحت الانشاء كما هو متبع في العالم، فاعتقد ان ده هيأثر او هينهي الازمه او ينهي اللغط اللي حصل في الفتره الاخيره اللي ما كانش موجود. طب هيكون ايه تاثيره على السوق لو اتعمم الموضوع ده؟ هيكون طبعا ليه تاثير سلبي، ان هو هيحصل حاله من العزوف على الاستثمار. المستثمر او المشتري هو حابب ان هو يروح للقطاع العقاري، سواء ان هو بيشتري او بيقتني وحده او وحده استثماريه او وحده سكنيه، عشان خاطر يحافظ على قيمه الاصول اللي معاه بنفس الموازنه اللي بتحصل في تغير سعر الصرف. فهو النهارده لو معاه قيمه ماليه محدده هو عايز يفضل يحافظ عليها، لان الجنيه بينكمش امام الدولار، فهو قصاد ان هو يا اما يستثمر في اي اصل، واصل الاصل هو العقار. فطبعا صحيح، ده هيحصل عزوف في او هيعمل هياثر على عمليه البيع العقار بالسلب. ايه وضع العميل لو طلب مني ان انا النهارده ادفع بقيه اقساطي بالدولار؟ زي ما قلت لحضرتك، هو القانون رقم 88 لسنه 2003 من قانون البنوك
في الماده 111 بتنص ان يتم التعامل داخل مصر بالجنيه المصري فقط في التعاملات التجاريه، والماده 126 تنص على معاقبه الاشخاص المستخدمين لاي عمله اجنبيه بدل من عمله الدوله في عمليه الشراء في بالغرامه، وساعات في حاجات يعني الغرامات. فده البند ده غير قانوني بالمره بالنسبه للشركات اللي ممكن تتعامل بهذا المنطلق. استاذ عمرو عثمان الخبير العقاري، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم.